كي مسلس هكذا نقفل فيه باش ما تنحليش وهذا يجو كل واحد صافي الحفه العدل. كاين الطريقه الثانيه نشوفو مع بعض، نعاودو ناخذ وحده هكذا نحطوها هنا نفس الشيء، ناخذ حبه مش صغير هكذا نحطو هنا نزيد الثاني من بعد شوفي نعمل نغلق هنا هكذا، من بعد نعمل هذه نجيبها هكذا، ومن بعد نجيب هذه هكذا ونغلق مليح، لازم نغلق مليح باش ما يخرجليش في الكوشه هكذا، نغلق مليح هكذا، من بعد نقلبها وندير نفس الشيء. شوف نعمل يدي هنا هكذا وندور هنا بالصوص كونتير هنا وهذه تجي هكذا قبل ما نواسيها نزيد نواسيها مليح على لوحة أحسن تساعدنا فوالا نحطو في الكوشة بعد الوقت اللي راح نصبو انتبهي بوحدي هنا نشرح لها فقط ونديرو بالطبيعة كيما نشري ودوك رانا نعملو الفوندو سي احسن طريين الفوندو تقعد تاخد العرايش طريين اذا الفوندو هذا نعطيك الكيفية نتاعك انتبهي كيفية نعطيك المقادير اللي 200 غرام تاع السكر دلاص تاخد 200 غرام سكر دلاص انتبهي بالطبع شوفي من غير ما تاع ماكلة نتاع قارص تاع دير القارص تحطي واحد نص مغرف نتاع زيت ما تنساش مغرف زيت دومين صغيره وتبداي تخدمي وتبداي تخدمي فيها هكا غاديك سباتيل وانت تخدمي حتى تخليك على كريم هكا شوفي من بعد كي تخرج طيب الحلوى تخرجيها تخليها تبرد مليح تخليها تشرب فوق وتزوقيها تدي لها الديكور شو اليوم نشوفوا زوج تاع نتاع الديكور نشوفوا مع بعض ديكور على نوع جديد عندنا مثلا الديكور الاول هنا سي ان صومو هنايا راكي تشوفي هنايا ان ديسان في الكوشا دوي تقدري تحطي عليها ديسان هنا من الفوق وهنا خدمنا لها وريدات صغار تشوفي وريدات صغار حطينا هنا في الورد حطينا هنايا سي ان فخوي مثلا في الاوف تقدر تخدم وهنا سي دي ديسان فوق اللي ديري كي تجي تحطي مثلا لو سيكرو الكلاصاج نتاعك الفوندون ديري لها اشكال من فوق راني نزيد فوالا شوفي كيفاش هذا سي دي صوبا نزيدو نشوفو النوع الثاني في كولور ده هنا عملنا فيغ بيستاش نفس هلا هنا تشوفي هنايا الفوخ صغير هنايا شوفي سمينا ناخذها باش الاخت تقدر تتبع بسهوله خوخ صغار وعملناهم في الوسط وهنا تشوفي اشكال نفس الاشكال اللي شفناهم مع بعض هكذا هذا فيما يخص موضوع هذا العرايش ولكن هذا ديكور جديد وكذلك بدل الطليه نعملوا في السلوي نعم اذا ممكن تعاودي المقادير بدايه ما نعم. هم مقادير نتاع الهيئة إذا ما كان حتى مشكل انتبهوا الأخوات اللي يطلبوا منا باش نعاودوا لهم المقادير إذا بالنسبة للعجينة دائما العرايش 3 كيلات طرينة كيلات عديدات وتشمخي بشوية نتاع الماء وتحطي بشوية نتاع نتاع النار أما بالنسبة للطاس اللي نحطوها لداخل زوج كيلات نتاع الكونيتات كيما قلت نتاع الكونيتات كيما نحو نتاع مقرف اللوز نحطوا لها كيلة تاع السكر عادي تقدروا لكن من نوع رقيق في المحلات يمكن يعطي لي خشين كيلة رقيق الحلويات تحتاري دائما بيكون وطبعا باش
ينفع ما تحطوش الماء ما تطبخ. هذا بالنسبه للمقادير. هذا بالنسبه للمقادير. اذا الطيب اختار الطبخ نهار اليوم. شكرا لك سيده.